ما حكم التسبيح بالسبحة؟ من اتخذها على أنها سنة أو فضيلة هذا خطأ، ما فيها فضيلة ولا هي بسنة. أما من استعملها من باب المباح ليستعين بها على عد التسبيحات فلا بأس، كما أنه يعد التسبيح بالحصى ويعد التسبيح بأصابعه لا بأس أنه يعده في السبحة، بشرط أن لا يعتقد أن فيها فضيلة وأنها سنة. وكونه يعد التسبيح بأصابعه أفضل من عده بالحصى أو بالمسبحة، هذا أفضل بالأصابع.